السلام عليكم، معكم مقدم علا ديال قنوة سوس النية والحل في مدينة أكادير، مدير مهرجان إزوران قنوة والجمعية المغربية للفنون الشعبية. البداية ديالي ديال تاكناوي تاش نقول لك، بدينا من 2001 كمقدم ديال سوس، عندي ربعة تبارك الله فيها لي جون، فيها الدراري تبارك الله دازوا معايا بزاف ديال المعلمية، والأهم الفن القناوي تتعرفوا دابا دخل اليونسكو، اعترفت به اليونسكو، وتبارك الله حنا في منطقة سوس ماسة معروفين باسم قال العبيد الحرار، وتقناويت فيها قناوة وفيها اسم قال اسمك. هاد الطرح دابا اللي لعبنا درنا اسم قال ودرنا تقناويت، فهمت يا خويا؟ وحنا تنتوجدوا دابا في فاش تيقولي لي في بيربير هاوس، هادشي ديال تاكلا السنة الله يدخلها على المغاربة الحرار الامازيغيين من طنجة الكبيرة، والله ينصر سيدنا والله يبعد علينا هاد الجائحة. هاد الجائحة هادي تكرفسنا فيها بزاف، علاش؟ كفنانة عندي بطاقة فنان يلاه شديتها شي 4 ايام هادي دابا من الوزارة، كلينا العصا، كلينا بزاف ديال سميتو. دابا كتشوف لوطيلات ما كاينينش، كتشوف الخدامي ما كاينينش. الحمد لله كنا عندنا تبارك الله باكاج بزاف في اكادير اللي المقدم على اللي غني على التعريف. كندير مهرجان ديال ازوران قناوة تاكناويت في مسرح الهواء الطاق. دابا كتشوفوا البنية التحتية، تنشكروا الناس ديال المجلس البلدي اللي ساهرين على هذا المورود الثقافي ديال تاكناويت وهذا الشيء ديال الفولكلور. احنا دابا كنتواجدوا في بيربير هاوس تبارك الله على الحاج عبد الله ديما كيعيط لنا، وحنا كنتواجدوا مع احبابنا. هذا المورود الثقافي ديال قناوة اللي دخل اليونسكو، فرحنا بزاف مع القمال ديال الفن القناوي. شويه في المغرب شويه ما طيحه، ما عندنا لا كوسوسيال، ما عندنا لا شي حاجه، ما عندناش بحال قلتي، ما كاين اللي يرد بينا. وتبارك الله كنشكروا منظمين برك، كنشكروا يرمى قناوة ديال الصويرة وابواب الخمس ديال الدار البيضاء، وما نساوش المقدم رؤوف اللي كيسهر على المورود القناوي في اكادير. ما نساوش الدراري اللي معنا في الفرقه، سعيد، طلحه، بدر، عتيق، والاهم المخدم على. كنشكر الناس المسؤولين اللي يديروا فينا الثقه. ودابا راه عندي بطاقه فنان باش تعرفوها ان شاء الله، راه حتى بطاقه فنان كنعاونك في شحال من حاجه ان شاء الله يكون. تنتسناو حنا هذا الوباء هذا يتحيد. السلام عليكم الخوت وحباب الصحافه ديال الاشواقع، شكرا بزاف على الاستضافه. معكم محمد منتاري من مدينه اكادير، معلم قناوي من الشباب ديال مدينه اكادير، واليوم كنتواجدوا في بيربير هاوس اللي دايرين واحد المبادره ديال الحفل ديال السنه الامازيغيه اللي كيحتفلوا بهذا الشيء ديال المورود ديال الناس ديال الشلوح، وتيديروا دوك التراث ديالهم بحال العصيده بحال الدجاج، فهمتي؟ تيديروا دوك. وعيطوا لينا اليوم وجينا نخدموا لهم تاكناويت، وتنشكركم بزاف. والفن القناوي في اكادير شنو نقول لك، ضيع شويه. نتمنوا من هاد المسؤولين شويه يشوفوا من حالو، ونتمنوا الخير ان شاء الله للجميع. بالنسبه لهاد الجائحه ديال الكورونا، راه اي فنان، جميع الفنانين راه تكرفصوا، ما كاينه خدمه، ما كاينين فيستيفالات، ما كاينين مهرجانات، ما كاينين كومبيتيسيون، ما كاين والو، ضايعين. ونتمنوا ان شاء الله هذا الوباء هذا يمشي وترجع الامور الى مجاريها، وترجع ثاني المهرجانات والحفلات والعراسات ان شاء الله، ونتمنوا الخير للجميع ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.